تحية عالية، تحية أولا للفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ياسمن ضواف باش أنشر فصل الاستقبال الوالدين، تحية كافة الحضور، نحيي كافة المعتقلين السياسيين، لكن في هذه الوقفة لابد أن نرفع تحية خاصة إلى العائلة الصغيرة والكبيرة، أقصد كل الهيئات النقابية، الهيئات السياسية الديمقراطية والتقدمية، كل المناضلات والمناضلين الشرفاء، وكذلك كل حركات الاحتجاج. تحية بالخصوص هيئة الدفاع ذني تلك الحسيمة، والهيئة الدفاع نادي أزر الموقع النظام، وخصوصا موقع طنجة، موقع الدار البيضاء، وكذلك الموقع الناظور. بالتالي الهيئة الدفاع التي بينت وبرهنت للرأي العام أن المحاكمة معتقلي حركة 20 فبراير، أو ما بات يعرف معتقلي أحداث بني بوعياش، برهنوا وبينوا بأنها محاكمة سياسية من الدرجة الأولى، أي فندوا كل التهم التي كانت ملفقة للمعتقلين، وعلى رأسها التهمة التي أشار إليها أستاذنا العظيم من داخل هيئة الدفاع بالحسيم. المنابر الإعلامية الحرة التي أعطت إشاعا خاصا وقامت بتشهير بقضية الاعتقال السياسي، خرجت إلى الوجود بعدما أن حاول النظام أن يقمع كل من حاول التشهير بقضية الاعتقال السياسي، لكن المنابر الإعلامية الحرة استطاعت، ونحييها، وبفضلها وصلت قضيتنا المستوى الأممي. بالتالي في هذا السياق نؤكد أن الظروف والشروط التي اعتقلنا فيها كانت منافية لكل ما هو يشاع من طرف هذا النظام، أي أن ليلة 12 ماي 2012 طريقة اعتقالي كانت زعما بكل صراحة لم نشهدها ولو في الأفلام الهوليوودية، أي تشهيرهم المسدس في وجه كل الساكنة، وفي وجه خاصة، وكذلك التجاؤهم إلى العصا الإلكترونية الكهربائية من أجل شل حركتي. إذن طريقة خطيرة التي من خلالها اعتقلت. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في كل مراحل التحقيق، وخاصة عند الضابطة القضائية، أقصد تعامل زعما واحد التعذيب نفسي، أي باستعمالهم الألفاظ النابية، ولو أنه ما استعملوش واحد التعذيب جسدي، لكن بقى التعذيب اللفظي أو التعذيب المعنوي قائما عن طريق استعمالهم لألفاظ النابية. بعدها نؤكد أن كل التهم التي كانت ملفقة هي تهم واهية، هي محاولة من أجل تضليل الرأي العام وتضليل كل المتعاطفين والمناضلين الشرفاء والإطارات المناضلة، لكن تبقى ويبقى الهدف الأساسي التي من خلالها اعتقلنا هو رد على الحركة الاحتجاجية، وخاصة الحركة التي كانت متنامية هنا بإقليم الحسيمة عامة أو ببلدة بني بوعياش. وبالتالي الاعتقال ديال المناضلين اللي متواجدين حاليا من داخل السجن، أو عشرات المعتقلين الذين أفرج عنهم، هو اعتقال سياسي من الدرجة الأولى، هو اعتقال من أجل قمع وترهيب وتخويف
كل من يحاول أن يعلن الاستمرار تحت لواء أو سقف حركة 20 فبراير أو الجمعية الوطنية أو كل الهيئات الحقوقية أو كل الهيئات المناضلة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الشروط التي اجتزنا فيها سنتين من السجن، أي نقول أن خصوصا هنا بالحسيمة الشروط اللي كاينة من داخل السجن المحلي بالحسيمة لا تليق أن يتواجد إنسان من داخل تلك المؤسسة. لا أعني ولا أقصد تعامل الإدارة أو تعامل الموظفين أو شيء من هذا القبيل مع المعتقلين السياسيين، بل أقصد هنا البناية أو الفضاء السجن المحلي بالحسيمة. لا تهوية اكتظاظ مجموعة من الشروط التي إذا استمر هناك الإنسان أكثر من سنة أكيد بعدها سيصاب بأمراض مختلفة، وبالتالي لا يصلح هذا السجن ولو كما نقول في كمعتقلين سياسيين عند تواجدنا بالمؤسسة، لا يصلح ولو للدجاج، لتربية الدجاج، ما بالك أن يتواجد الإنسان ويعيش هناك أكثر من سنة أو سنتين. هذه مسألة. المسألة الثانية، أقول أن الشرط ديال التطبيب ديال المعتقلين السياسيين هو غائب تماما، وخصوصا المرض المزمن الذي أصبت به، وكذلك المرض المزمن الذي أصيب به الرفيق محمد أبض متواجد حاليا من داخل السجن المحلي بالحسيمة والمحكوم بثلاث سنوات سجن نافذة. وبالتالي كان لزاما على المؤسسة السجنية أن تنقل تنقلنا إلى مدينة أخرى التي يتواجد بها اختصاصيين لهذا المرض، وبالتالي هذا تقصير منهم، وقدمنا نحن ضريبة على هذا. المسألة الثانية التي هو إكراه بالنسبة للمعتقلين السياسيين، ويدخل في إطار التعذيب النفسي، يدخل في إطار التعذيب النفسي للمعتقلين السياسيين، ألا وهو عدم عزل المعتقلين السياسيين عن باقي المعتقلين الآخرين، الذي كان مطلبا ملحا وأساسيا، وخضنا من أجله معركة ومعارك بطولية وخاصة إضرابات طعامية التي دامت أكثر من 15 يوما في بعض الأحيان، لكن في آخر المطاف لم تكن هناك استجابة لهذا المطلب المليح، وبالتالي هدفهم الأساسي من عدم تلبية مثل هذه المطالب هو الاستمرار في التعذيب النفسي للمعتقلين السياسيين. الشرط الثاني الذي يدخل في إطار التعذيب النفسي ألا وهو الاكتظاظ الذي تشهده كل المؤسسات السجنية على المستوى الوطني. هنا أقصد المؤسسة السجنية الثانية التي حولوني إليها من أجل اجتياز امتحانات، التي وهي السجن المحلي بطنجة أو ما يسمى بسات بلاج. هنا بهذا السجن ليبلغ إلى علمكم ويبلغ إلى كل المناضلين، إلى حد الآن هناك معتقلي حركة 20 فبراير، ولو أنه لم نسمع عليهم يوما، شخصيا لم أكن أسمع على أن هناك بالسجن المحلي بطنجة يتواجد معتقلي حركة 20 فبراير، معتقلي الحركة منذ انطلاقتها حتى ولجت هذا السجن. وبالتالي هناك إلى حد الآن معتقلين، معتقلي حركة 20 فبراير، عند جلوسي معهم وعند قراءتي لبعض محاضرهم تأكد لي بالملموس أنهم أبرياء، سواء معتقلي العرائش أو معتقلي طنجة، وأغلبهم كانوا قاصرين، بالتالي في هذا الإطار أقول أن الشروط والظروف التي يجتازون فيها المعتقلون هذه الضريبة النضالية من داخل الزنازين الذل والعار، أنها شروط لا إنسانية. إن
إن كان هناك لم يكن يتبين لنا أو نلاحظ أن هناك تعذيب جسدي، فأؤكد لكم أن هناك تعذيب نفسي مستمر من داخل هذه السجون. المسألة الأخرى التي يمكن أختم بها هذه الكلمة، أنني عانيت، ليست المعاناة، لا يعاني المعتقلون بوحدهم، المعتقلون السياسيين لا يعانون بوحدهم، بل هناك عائلات تعاني مع المعتقلين السياسيين. العقوبة السجنية لا نجتازها نحن كمعتقلين فقط، بل عائلاتنا الصغيرة هي نفسها تجتاز هذه العقوبة السجنية في إطار معاناتها اليومية، سواء في إطار تحركاتها، علاقتها بالمعتقلين السياسيين، وتحركاتها إطار علاقتها كذلك بالمراقبة اللصيقة، المراقبة اللصيقة من طرف أجهزة الدولة، أي أن أجهزة الدولة كانت تراقب عن كثب كل تحركات العائلة. وبالتالي في هذا السياق يتبين، كيف يتبين هذا؟ يتبين انطلاق من التهديدات المستمرة التي كانت لأحد الإخوة عن طريق وعبر الرسائل القصيرة، المراد منها تخويف وترهيب، وبالتالي عزل المعتقلين السياسيين عن عائلتهم. وبالتالي هذا أمام صمود المعتقلين وصمود كل المناضلين الشرفاء، لم ينل منا ولم تنل منا هذه التهديدات، ولم ينل منا هذا الحصار، بل زادنا إصرارا وصمودا ووعيا بقضيتنا بأنها قضية عادلة ومشروعة. وبالتالي فهذا الإطار لزاما على كل المناضلين الشرفاء، كل الهيئات النقابية، كل الإطارات الديمقراطية التقدمية، كل حركات الاحتجاج، أن المسألة ليست بمسألة إطار أو آخر، بل كل المقموعين، كل الحركات التي تمنع خروج للتظاهر الذي هو حق مقدس لكل المقهورين، لكل الفقراء، لكل المظلومين، من أجل التعبير عن رأيهم، الذي بات واضحا أنه حق قد انتزع، وبالتالي من أجل تحصينه لابد أن نضع يدا في يد كل المناضلين، كل إطارات المناضلة المستهدفة من طرف هذا النظام. في هذا السياق نؤكد أولا أن الشروط التي من أجلها اعتقلنا، لأنه اعتقلنا إطار استمرار الفساد والاستبداد والتفقير والتهميش والتجويع، الأساس الذي برزت عليه حركة 20 فبراير، هي شروط أفرزت لنا حركة التي لم يشهدها الوطن الجريح، هي حركة 20 فبراير. حركة شعبية لا بديل عن التغيير، لا بديل عن الحرية، 20 فبراير حركة شعبية لا بديل عن التغيير، لا بديل عن الحرية، 20 فبراير حركة شعبية لا بديل عن التغيير، لا بديل عن الحرية. الشروط الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والسياسية التي برزت فيها والتي على أساسها برزت حركة 20 فبراير هي شروط قائمة إلى حد المرحلة. كنا نعتقد أن بتضحياتنا وبتضحيات أبناء شعبنا، وخصوصا الاستشهادات هنا بالإقليم، استشهاد 5 شباب واستشهاد مناضلين آخرين، استشهاد الرفيق كمال حساني بن بوعياش، اعتقال عشرات مناضلين على المستوى الوطني، كنا نطمح إلى أن نبعث برسالة، وبالتالي من أجل تلبية ولو بعض المطالب للشعب المغربي. لكن النظام كانت له لغة أخرى، هي لغة التعنت ولغة الاستمرار والتركيز في الفساد والاستبداد، وأكثر من ذلك هو حرمان أو قمع الحريات النقابية وقمع حرية التعبير والتظاهر. وبالتالي هذا
إن دل على شيء إنما يدل بالأساس على أن كل ما يقبلون له على المستوى إعلامهم الرسمي وكل ما يقبلون له على المستوى في علاقتهم مع الأحزاب الرجعية هي تبقى شعارات فارغة من أجل التمويه ومكياجة الواقع المهمش، واقع التفقير، واقع التجويع. وبالتالي هذا لن يستلزم منا إلا الإصرار والصمود أولا من أجل إطلاق سراح المعتقلين وكشف الحقيقة، كل حقيقة في اغتيال شهدائنا ومعاقبة الجنات، وكذلك من أجل المطالب الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية التي من خلالها ابتدأ المشوار النضالي منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. وفي الأخير تحية إليكم جميعا، مناضلات شريفات، مناضلين شرفاء، هيئات مناضلة، إطارات مناضلة، كل حركات الاحتجاجية، وتحية نضالية إليكم جميعا. رغم القوارب السجون لا زلنا